أحب أعرفكم عن نفسي، عقيل البصري، مؤسس فرقة عراجين البصرة المقام العراقي. تتكون فرقة عراجين البصرة المقام العراقي من 10 نفرات عازفين في الفرقة، ويشرف عليها الأستاذ إبراهيم السالم بكلماته وإلحانه بإشراف عام إلها. أغلبيتنا إحنا طبعاً موظفين في شركات وأعمال حرة وموظفين حكوميين، فإن شاء الله راح نجي هسه نعرفكم على الفرقة وتفاصيلها، فتفضلوا يانا. السلام عليكم شباب. عليكم السلام. تأخرنا عليكم بعد يا حكم الظروف هذه. شلونكم عين الساعات؟ شلون صحة؟ حياكم. بقيت الشباب موجودين إن شاء الله؟ إيه هاي موجودين، خلي يجون. نحب نعرفكم على فرقة عراجين البصرة طبعاً اللي هي متكونة من هذا العدد، وعندنا بعد شباب ثانية. إحنا مختارين يومين بالأسبوع، هو اليوم الاثنين والجمعة، لكن شوية ظروف تحكم على الشباب، هذا العدد مو كامل. يعني اليوم العدد مو كامل، عندنا بعد شباب عندهم سفر يعني مسافرين، فإن شاء الله الأيام اللي تجي إن شاء الله وتزورونا راح تلقون العدد غير شكل. يعني هاي الفرقة أسسناها 2017، عانينا من المكان والتمارين مالتها، لكن بفضل الأستاذ قحطان العبيد مسؤول متحف البصرة، الرجل تفضل علينا في هذا المكان التراثي الجميل اللي راح تكتمل الحلقة بين المقام العراقي كتراث والآثار اللي موجودة. صاحب طير الحمامة، آه يا عيني على حالي، من المحبة قلب خالي، آه يا عيني يا لالي، حاشد جيد. مساء الخير عليكم، أنا ليث ماجد، عازف كمان، عازف في فرقة عراجين المقام العراقي في البصرة. طبعا أنا بداياتي كنت عازف كلاسيكي، فبالتقائي مع بعض من المجموعة عرفوني عن المقام العراقي وحب المقام العراقي، يعني صار بقلبي وهذه الفكرة، يعني حبينا أن نعيد التراث لأن حسيناه بصراحة انقرض يعني هذا التراث العراقي. فإحنا بجهودنا إن شاء الله، بجهود أستاذ إبراهيم السالم وباقي الفنانين، نعيد هذا التراث. المقام العراقي بصراحة يعني قريب للقلب وقريب إلى تراثنا، قريب إلى بيئتنا وشعبيتنا اللي نعيشها. إن شاء الله راح تشوفون كلمات وألحان جديدة من عندنا، وبالتالي إحنا جاي نعاني فد مشكلة من الجو والتنقلات والازدحامات وكثير من الأمور، يعني بصعوبات نحن كل طبعا كل اثنين نلتقي، فهاي الاثنين يعني بين تراوس بين شغل بين عمل، تعرف احنا يعني هذا مو عملنا، هذا حب وهذا هوايه، انه العمل بصفحه والموسيقى والفن بصفحه، فما تقدر تميز بين العمل او تخلط اذا انت كانت عندك عائله او ارتباطات اكثر. فقدر المستطاع احنا نبذل جهد حتى نلتقي وحتى نحيي هذا التراث العراقي وهذه الروحيه الجميله، نعيدها الى الوطن العراق ان شاء الله يا ربي، نكمل بكل جهد وفرحه. Thank you.
غرامك تجمع الجنات المقام العراقي في البصرة. هذه الفرقة اللي تأسست عام 2017 على يد الأستاذ المقام العراقي الأستاذ الكبير إبراهيم السالم، والفرقة في بداياتها، ويعني قدرنا أنه شوية ندعمهم ونساعدهم حتى تأخذ دورها لإعادة إحياء هذا التراث الشفاهي، التراث الموسيقي في البصرة، وإحياء إعادة إحياء المقامات العراقية الأصيلة، وتشجيعها وتوعية وتثقيف المجتمع البصري. هذا الربط بين التراث المادي والتراث الثقافي كان مقصوداً للربط بين التراث الشفاهي كما تذكرنا والتراث الموسيقي في هذا المبنى التاريخي اللي كان يحفل بالنشاطات الثقافية والنشاطات الموسيقية المختلفة. اخذوا لياها هذا المقطع، تأخذون بهتشع اي لأن هي هاي كلمات فرح، الشعر هو يدل للفرح، فبتاخذ هذا الايقاع مالته شكله اياه حتى تصير فد نوع من الشجن والفتشي حلو يغني اجمل